حياكم الله بحلقتنا الثانية من تحديات جروب شكليتا. اليوم عندنا شيء غير، خل نروح عند الشباب ونشوف شنو التحدي. تحدي اليوم راح يكون تحدي للسموثي العجيب الغريب اللي من فوق لتحت ما ندري شنو داخله، والله يستر، وراح ينجاب فيه ابو العيد. شو راح نختار المقادير حق السموثي؟ راح تكون معنا عجله، راح يكون المقادير داخل، وراح نطق ويطلع لنا الاشياء، راح نقول لكم بعد شوي. طبعا الاشياء اللي بنختار راح تكون عن طريق الحظ. مقادير بعد شوي مع البنات راح نقول لكم شنو هي. لازم نختار 6 ولا 7، هم 20، هم نختار لهم 19، انا اياك واحد ان شاء الله خير عشان نور تستخف عندنا هني. راح يصير ان كل فريق راح يختار 7 مقادير اساس يكونون داخل الخلاط، بعدين راح نختار من بين المشاريب الاربعه ينخلطون 5 كبات صغار، ونشوف الشخص اللي يشرب بالفريق، مو شرط ان اي واحد فيهم يعني يشرب، المهم الفريق لازم يشرب الخمس قلاصات عشان شنو؟ يفوز بحالتحدي، وانا راح اكسب واسب هالتحدي لان خلاط اشوف كل شيء. وانا هم اساس بنتقم من الحلقه الاولى، اللي ما شاف الحلقه الاولى يروح يشوف شنو سووا فينا البنات، محطوطه بالقناه عند نور. يا جماعه خلونا نبلش، والعقاب راح يكون تلوين على الوجه. شنو بنسوي بالبنات؟ شوفوا معنا. الله يستر، خلنا نبلش. طبعا لا تنسون اللايك والسبسكرايب والكومنت والجرس والشير، وكتبوا لنا بالتعليقات شنو عجبكم من هالفيديو. بس قال دييغو ما راح يرحمنا اليوم. بس انا ما ادري، انا ميمي ما ندري شنو هالعقاب، فتابعونا. راح ناخذ المقادير، بنشوف شنو المقادير اللي صوبكم. عندنا عسل، دقوس، مايونيز، موز، بسكوت، زيتون، زيتون، طحين، تونة، 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 لنشون، عندنا صلصة الطماط الحارة، وعندنا شبورة اللي هو الخبز اليابس. شبورة 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 شبورة. وعندنا لنشون معلب، اكل الدايت حق بعض الناس، وصويا صوص. اوكي احنا الشباب شنو صوبنا؟ توت، كيت كات، كاكاو، لا تسوي دعايه. اوكي كاكاو، كاكاو، فراوله، مخلل، يس، تفاح احمر، اناناس، بقل، بقل اللي ما يعرفون شنو بقل، اللي يصير الزرع اللي فوق البصل. طيب انا ما عرفت هالشيء، ما قلته. عرفت انت ولا ما عرفت الحين؟ هو ما عرف. حلو. واخر شيء الاخير اللي موجود بالنص اساس نكون يعني ويا بعض نقوله 3 2 1 شنو هذا؟ بطاط ملح. ملح 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 ملح. تبين خلاص نحط بعد من المقادير؟ لا لا لا. حلو. طبعا موجود عندنا الماستر اللي هو شنو؟ الخلاط. الخلاط. وراح انزلها على اساس ان الكادر يصير عندنا فاضي. صح. عموما مثل ما قلنا شنو الشروط اللي راح تصير، بما ان احنا كنا خسرانين الحلقه اللي طافت، تقدرون تشوفونها ضمن القناه موجوده. احنا راح نبلش بالويل، العجله راح تشوفونها طالعه بالشاشه تحت تفتر، احنا موجوده عندنا بالتليفون هني، اي مقدار يطلع احنا راح ناخذه وهي بالحظ. فمستعدين نبلش كلنا؟ مستعدين. مستعد؟ يس يس. نبلش. ما راح نلحمكم، بدال لا تقولي هالمرة هالمرة هي مو رحمة عزيزتي، هي حظ حظ حظ. فخلنا نشوف راح تشربون ماي البواليع اللي بيطلع بالخلاط ولا لا. ياه فيلا ان شاء الله نفوز. يلا نبدا. خلنا نبلش. نبلش العجلة مالتنا. تم، انا راح اطق لان انا عندي اصبع الحظ. يلا خلنا نشوف اصبع الحظ. هو اصبع حظ راح يبين الحين. يس عسل عسل. العسل صار صوبنا احنا الشباب. انا يلا نور. لحظه خرد العجله، ترى العجله راح تشوفونها بالشاشه عندكم ها طالعه. يلا طقي. يا رب تونة، يا رب يا رب يا رب.
تتحول يا حبة. ماشي اصبع الحظ عندي ولا عندك؟ اذا عندك اتوقع والله راح يطلع تونه. يلا خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعد تفتر العجلة. مايونيز مايونيز. يا رب يا رب يا رب. يلا داري داري ترى حلو المايونيز مع العسل نار، بس حق للبشرة مو للأكل. طن. أنا أدري حظي الحين يطلع تونة. يا رب يا بيطلع لكم مخلل. يا رب. موز. موز. اعطيني 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 5 5 5 5 انا 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 لحظه نسوي مره ثانيه الاولى ما ضبطت الحين. لحظه الحين شنو هذا؟ احنا ناويين يطلع، تخيل على هذول يطالع لهم يطلع لهم المخلل وتونه مع هذول. يا الهي يلا اصبع الحظ هذا. لا تطلعون انتم. لا لا والله عشان تعيدوا. لا ما يصير. لانشل لانشل ترى حلو خوش لوعة كبد. يلا يلا دور نور دور نور دور نور. يس كاو شكلنا احنا راح نفوز. ودي ابكي انا ودي ابكي والله. يلا نور يلا توت شوف. لا 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 يا رب يا رب يا مخلل مخلل. يس عادي سلطمة طاحرة. اي صح عادي 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 عادي, 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 عادي. بس على الاقل كل شيء ب ب ب ب ب عادي عادي. احنا اثنين حلو انتوا واحد اللي احنا كل هذا عادي الا التونه ولا شنو ناخذهم؟ يا رب التونه تطيح عندكم الحين. يلا بيطلع لهم هذا. هذا انا احبه عادي. يلا دور حمود دور حمود دور حمود. قربوا شنو شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب يا رب يا رب. بطاط ملح بطاط ملح. شنو كذي انت؟ وش ذا؟ مو كله مو كله. بلا بلا. يلا دوري 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 دوري. دقيقة ما مسحت هذا؟ هو ترى هذا حلو بس هذا هذا قلت لكم هذا السوالف حق اكلهم الدايت. دوري دوري دوري. انا انا يلا يا رب. تخيل 24/7 ببالي. لا 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 مفيد للصحة. هو مفيد عادي هذا ولا لنشون صح؟ على الأقل نسوي سلطة فواكه مع خضرة وصلصة توميتو. أنا اللي ما أبي ما أبي التونة والمخلل. دورك. أنا طقيت طلع لي شنو؟ دورك. حيات اصبع. ما يصير ما يصير. تعال تعال تعال. ايوه 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 ايوه. عاش عاش عاش. تعال تعال تعال. مين مين؟ تعال يلا يلا يلا. لا لهم تونة ويقولون ما راح يطلع لنا تونة. دار من نور 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 نور. طط. يا رب يا رب. مخلل. يا رب يا رب يا رب يا رب. مخلل مخلل. يا رب تفاح. تفاح 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 تفاح. يا رب يا رب يا رب يا حبيبي يستر علينا ويفرج علينا يا رب ويطول بعماركم ويوفقكم يا رب. انا قلت تفاح طلع تفاح. انا حبيبي ليلى قالت تبي تفاح وطلع تفاح. او ماي جاد شنو هالصدفه؟ تفاح تفاح تفاح. ما ادري الحمد لله يا رب. يا رب يطلع لنا فراولة. ها ها
انتوا قاعد تغشون صح؟ قاعد تطقون مرتين؟ قسما بالله ما سوينا شيء. بس خلاص صدقت. يبين بالكاميرا. مسكين. ياس! شنو؟ الفراولة نار مع اللنشون. الفراولة نار مع اللنشون. اي والله. واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ست. واحد اثنين ثلاث اربعة خمس. دوري. دوري 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 دوري. لا يا رب. صبع الحب هذا كله حب. يا رب أناناس. يا رب. يا رب أناناس. يا رب مخلل. يا رب أناناس. يا رب مخلل. يا رب أناناس. لا. قطع كاكاو. قطع كاكاو. هي هي. وإحنا فزنا هي. وين فزنا؟ وإحنا فزنا هي. قصدنا يعني خذينا أحلى الأشياء. كاكاو. واي 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 واي. واي ماني مش مصدقة مش مصدقة مش مصدقة. أنا قاعد حاطي ثلاث أربعة خمسة. محسن هذا الأخير. عيل هذا هذا خجب هذا. ودك طحين؟ يا رب طحين. يا رب. شبورة 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 شبورة. الخبز حلو مع التونة واللنشن. ترى الفراولة كلش مصابك وإذا ما تبون أعطونا إياها. يلا نور يلا يلا. يا رب يا رب أناناس يا رب أناناس يا رب أناناس يا رب أناناس. طحين طحين عادي أصلاً عادي أصلاً عادي أصلاً عادي أصلاً عادي أصلاً عادي. الحين شنو؟ كم انجريدينت باقي؟ 1 2 3 4 5 6 7 لحالنا؟ لا لا كم باقي؟ 6 1 2 3 4 5 6 نكملهم كلهم. ليش؟ بس نكملهم كلهم. شو راح يصير هالمعدة؟ مو انت تقول انت خلاط يلا تحمل. قبل الكاميرا قاعد يقول انا خلاط اكل اي شيء. انا خلاط اكل اي شيء. مخلل مخلل لكم لكم هذا لكم. يا ربي لا لا يا مخلل مخلل والله العظيم اي احد يحاول انه هو يذرنا او يحقد علينا شيء ربي يسوي فيه والله. هو تدرون شنو المفروض؟ كان المفروض سبع شغلات بس انا قلت خلينا نكمل. لا قش قش خلاص خلاص ودي ودي وانا لا 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 حبيبي ما يصير ما يصير. نور يلا دقيقه يلا. يا رب أناناس يا رب أناناس يا رب أناناس يا رب أناناس. هذا كل يوم دايما يا رب أناناس يا صويا بس كول واحد. لا ده كثير والله كثير قوي والله. لا ده كثير والله كثير قوي والله. ما شاء الله ما شاء الله. لا بس وقف خلاص. لا حبيبي في صويا صوص لكم. انا احب الصويا اساسا. يلا ليش الشباب كذي؟ ها حظهم مساكين. صويا صوص صويا صوص الله حلو مع اللنشون والتونة النار. لا مع الفراولة. باقي ثلاث اشياء طبعا. يلا يلا دوري ولا دور نور؟ دوري. دور منو؟ دوركم. دور نور. يلا نور. باقي ثلاث اشياء. اناناس. شطة وزيتون واناناس. اناناس. 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 ضاق خلقي انا. اناناس. زيتون. يس. عادي. حلو عادي. مفيد. اي والله ها. لا لا. حق الخلاط خففونه على اساس لما يروح. في ورد. خلوه. مو منك من الحقد. مو منك من الحقد. مو منك من الحقد. مو منك من الحقد. حقد حقد حقد. من الحقد. يلا هذه راح تنقاد ولا بعد. الحقد الحقد الحقد. يا رب انا ناس. يا رب انا ناس. يا رب انا ناس. انت ناس. انا ناس. انت تقول انا ناس. انت ناس. شطة. لا والله العظيم ده كتير. والله العظيم ده كتير. يعني الاناناس لكم حقكم. فهذه اللعبة لازم الحين نبدل. لا اللي لازم يصير
ان الخلاط يصعد وكل فريق يبلش يخلط المحتويات ملوته والمقادير ملوته داخل الخلاط. لكن الحين لازم نعرف السوائل. فاحنا بما ان الفريق اللي ما اتفقنا ان في سوائل اي شيء اللي موجود تحت بنخلط هذول شنو يصير سريلاك سموثي والله والله سريلاك ترى مي بحياتها ما شربت سموثي كلها ماي وشي. سموثي يعني هذا اللي ينباع بستاربكس I know اي شي يحطون معاه بالله انا ما ادري انه بتحطوا مع بالي شي بس ناخذ خلينا نشوف شو راح نخلطه معاه احنا سبن لحظه دورنا انتوا اخذتوا الشطه اخر شيء اه صح احنا اخذنا لهم 7 اب حقنا 7 اب هو 7 اب احنا راح نخلطها مع 7 اب خلينا نشوف فريق البنات راح يخلطون السموثي مالهم دوري. ان شاء الله مع حليب عصير تفاح لا حليب حليب ويع تكفين حليب يا نور تكفين حليب 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 عصير تفاح عصير تفاح حليب يس يا الله يا الله ترى زين حليب لا مو زين بلا حبيبي الحليب مع الموز والتوت بس كافي والبسكوت والاناناس هي خلنا نشوف الخلط حزتها وبعد ما ينخلط كل شيء كامل تشوفونه بالكاميرا راح نرجع خاطري ارسم على الوجه اساس نشوف من اللي راح يشرب الخمس كواب اسرع فريق ختاميتها يلا يلا باجي شو اسمه بتكملون هذا شمي. العصير خلصنا سوائل ولا بعد ليتس جو مو منك من الحقد حقد 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 خلطنا الانجريدينتس كلهم all the ingredients are already like mixed with the smoothie شنو انا قلتها بالعربي كل المكونات حطيناهم حق السموثي وصار سموثي اي طبعا انا طبعا ما يخاف من التونه واللون اللانشون عموما خمسه موجودين وخمسه موجودين عندنا راح يصير عندنا حكم راح يقول 3 2 1 من يقول اكشن على طول لازم الفريق يخلص الكبات كامله كيف الشخص او احد الفرقان الشخص اللي فيه يفوز المهم انه واحد من الفريق لازم يخلصهم كاملين شوف انا راح اقول اكشن لما اكون جاهز لا 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 ما يصير من عندنا من برا وطبعا الايد تظل على الطاوله كذي لمن يعطونا التوقيت اساسا نبلش والفريق اللي يخلص الخمسه اول شيء كاملين ما فيهم ليكويد من داخل سائل هو يعتبر الفايز والعقاب سمعتوا بلش بلش يلا يلا وايد Mm-hmm.
تونة ما أكمل ما أقدر دن ينفع كده طيب؟ طب ينفع كده؟ كله شربته كله شربته انا ما بيفوز انا بخسر انا ابي يرسم على وجهي بس يشرب التونه كله هذا عقابي كله انت قلت انه ليكويد انسايد ذا كاب يلا ولا تزعلين كله كامل انا ما تحملت هذا فواكه شلون هذا التونه قلتونه بحلجي ترى احنا ترى يا جماعه انظلمنا فل طحين وايد طحين صدق وايد طحين وايد وايد ثقيل دان فازوا مبروك عليكم الفوز اوكي انا ابي اسمع على وجهي لان انا ابي كذي لا والله ما سويت عطني محمد ريحه توصل وي ريحه التونه ولنشن مع عسل مايونيز لا ما ابي مبروك لكم الفوز خلينا نشوف العقاب انا غلطانه تصدق حقد العقاب رسم على الوجه بمزاجنا انتم ما راح تشوفون بل راح تشوفون النتيجه بالختام طبعا انا راح اصدق خشمها زين وخلي مفاجاه خلصنا الحين راح نسوي ريفيل حق الجمهور بعدين هم راح يشوفون بالمنظره اقسم بالله انا شفت نفسي وايد مبدع 3 2 1 لفوا هذه المنظره لحظه طالعوا الكاميرا اول شيء تشوف طالعوا الكاميرا وي لا طالعوا الكاميرا تكفى جميله انا لا خلوها سكروا عيونكم سكروا ثيناتكم محسن عليه لا طلعون عليهم محسن لف شوي يمين اوكي فوق ايه يلا. فوق شوي لا ايه يلا بطلوا اوه ماي جاد ويت شنو بايلك ما شاء الله بجر هذا شنو ابا وين ليه يا ولد كذا ها وش سووا فينا انتي شوف هلا والله وين جكر ابا انا كني صبي داعم بنيه داعمه بصبي شيء كذي لا شوف دقيقه خطات علي لا دقيقة أعطني شفتوا شلون البنات خذوا عقاب اليوم وطبعا لا تنسون تسوون لايك سبسكرايب والكومنت والجرس محسن بس حق الجرس وتسوون الشير حق الفيديو تكتبون لنا تحدياتكم ورايكم بالسموثي اللي شربناه وبويه البنات شنو سوينا فيهم عادي بس ما شربنا لنشن تونا صح ولا يا نور صح هاي شكلي والله ما يضحك ما يضحك لا ما يضحك اصلا حلو شكلي كيوت والله لو اروح افنيوز ما اسوي شيء اشوف والله كيوت ما حد كيوت شكلك كنا بوت ان شاء الله عجبكم الفيديو ونشوفكم ان شاء الله احنا اتفقنا صدق نغير موعد التحدي راح يكون ان شاء الله كل سبت ما راح يكون كل خميس ان شاء الله ترقبونا كل اي يوم يا جماعه كل سبت راح ينزل الفيديو مال التحدي مع تحديات جروب شكلك سي يا جماعه باي كومنت باي تو اسمعني اوه ماي جاد ويلا
خوفي هذا اللي جمالك رباني.